مدير النادي على كل حاجه ما عدا الابواب. مين اللي لحم الابواب؟ مين اللي ادى امر بلحم الابواب؟ بس فالقاضي قال انت مش من حقك ان انت تتكلم، احنا بندخلكم كده استثنائي. بس ده اللي حصل، احنا عايزين الحق، حق ربنا، عدل ربنا. انا عايز عدل ربنا زي ما حقق لي عدل ربنا في الجلسه الاولانيه في النطق الحكم الاولاني ومات منهم 52 واحد. عايزين ان احنا يا ربنا برضه يكرمنا للمواد باذن الله.